بنرحب بيك الفنان والنجم محمد القيس على بابا وتخبط اليوم. حبيبي الله يخليك. بنبارك لك على الفيلم رهبة، وعايزين نعرف بقى تفاصيل دورك ايه في الفيلم. والله بص الله يبارك فيك، والفيلم كتجربة مش دوري بس، كتجربة بالنسبة لي حاجة مهمة، من نص لأساتذة موجودين، أستاذ أحمد الفيشاوي، بقية أساتذة نجوم مصر اللي أنت شايفهم على البوستر، الناس دي الواحد بيتشرف يعمل معاها، وبالنسبة لي تجربة مهمة وصعبة. ده أول فيلم في السينما المصرية ليا. طب قول لي كده، يعني احكي لي عن كواليسك، بين يعني كواليس بينك وبين الفنان أحمد الفيشاوي. بص أنا ما كانش في لقاءات كتير بيني وبين أحمد الفيشاوي الفيلم، بس أكيد كنا بنقعد بنتكلم. أنا بحبه يعني من قبل ما أشوفه، أنا بتابعه على السوشيال ميديا، وبتابعه هنا وبتابعه هناك، وبشوف مسلسلاته زمان، وبشوف أفلامه، أي فيلم بيعمل في شاوي لازم أشوفه، فما بالك وأنا بشوف الراجل بحبه، ده إنسان عظيم. يعني تجربتك في الفيلم هتبقى مختلفة عن اللي قدمته قبل كده؟ لازم، ولو ما كانتش دي مشكلة بالنسبة لي. طب سمعنا أخبار كتير الفترة اللي فاتت إن تم تحضير لمسلسل موضوع عائلي بعد النجاح الكتير اللي حققه. هو تقريبا في جزء ثالث إن شاء الله. طب قول لنا بقى، هل حضرتك هتبقى متواجد فيه؟ مش عارف. يعني ما تواصلوش معاك أو لا هم مش عارفين النص، بس إن شاء الله الشخصيات كلها موجودة، بس مش عارفين النص هيبقى إيه. طب قول لنا بقى، أنت إزاي وصلت بسرعة كده لقلوب المصريين كلها؟ حاجتين، توفيق ربنا ودعاء الوالدة، دعاء الحاجة. اتمنى يا رب ان دايما ربنا يوفقك مشوارك كله، وتشرفنا بيك وجودك على بوابه اخبار اليوم. تسلم يا سيدي، الله يسعدك يا حبيبي.